استاذ عبد الحكيم، نفس الموضوع، هل حضرتك مع الحياد ولا مع اظهار عدم الحياد او اظهار ان انت رايح او بتشجع نادي معين على الشاشه؟ لا طبعا، هو ما فيش حد هيطالب بان حد يشجع نادي معين، هو المفروض الحياد. بس هو ليه الموضوع ده تحديدا بقى ظاهر دلوقتي؟ لان الكل يسعى لارضاء وسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا. كان زمان المعلق او المحلل ما فيش تواصل مباشر بينه وبين الجماهير، كان تملي فيه الاعلام هو اللي بياخد المعلومة وبيوصل. دلوقتي بقى التواصل مباشر، فيطلع المعلق عشان يحاول يرضي فئة معينة من الجماهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فتملي يروح لسكة تمجيد تاريخ نادي معين على حساب نادي معين. تشوف مثلا، وده الكلام ده بيتأثر بيه. انا اسف جدا، لكن ده مطلوب ان انا اطلع اقول انا الاهلي بيلعب الاسماعيلي مثلا في مباراة بكرة، انا لو معلق هقول تاريخ النادي الاهلي وهقول تاريخ النادي الاسماعيلي وهقول كل التمارين. بما لا يحموي مغالطات يا كابتن. نعم. بمعنى ان انا مثلا لو على مثال طلائع الجيش بيلعب كويس جدا. تمام. وكان بيلاعب سي مثلا الاهلي او الزمالك، وطلائع الجيش تفوق وتعادل. في الحاله دي انا عشان ارضي جماهير الاهلي اقول ان الاهلي لعب بشكل كويس جدا وسوء الحظ وغياب اللاعبين على المستوى، وانكر تفوق طلائع الجيش. دي محاولات معينه، لان الناس دي دلوقتي بتتابع التواصل الاجتماعي وهي بتستهدف التواصل الاجتماعي في الاساس. لكن الحياد مطلوب، مطلوب جدا طبعا.